جميلة بوحيرد ليس مجرد اسم بل هو رمز، رمز الكفاح والنضال والتمسك بالحق والثبات على المبدأ. اسم لا يمكن إلا أن نتوقف عنده عند دراسة التاريخ والنظر إلى الماضي، فجميلة بوحيرد اسم استحق الخلود وناله بفضل حاملته المناضلة التي ضربت أروع الأمثال في الفداء والتضحية، وسيرتها المشرفة خير دليل على دور المرأة العربية النضالي، المرأة العربية التي لم تخذل وطنها يوما. جميلة بوحيرد ليست جزء من تاريخ الأمة العربية فحسب، بل إنها واحدة من صناعه، وكانت حياتها عبارة عن سلسلة كفاح طويلة متشابكة الحلقات، ولذا فإن التعرف عليها وعلى تأثيرها لا يمكن أن يكون سوى بالعودة لنقطة البداية. لماذا جميلة بوحيرد من المؤثرات بالتاريخ العربي؟ الإنسان لا يولد وتولد معه قيمه ومعتقداته ومبادئه، بل هي أمور تكتسب مع الوقت تبعاً للنشأة والتربية، ولهذا فعند الحديث عن جميلة بوحيرد كواحدة من أبرز البطلات في التاريخ لا يمكننا إغفال دور السيدة الفاضلة التي شكلت وعي هذه البطلة، والتي لم تجعلها نسخة من آلاف الفتيات التي عاصروها وخرجن للحياة يرددون في كل صباح أمنا فرنسا. وما يرفع قدر هذه السيدة الفاضلة أكثر هو أنها لم تكن حاملة للجنسية الجزائرية، فجميلة بوحيرد قد ولدت في عام 1935 لأب جزائري، أما الأم فقد كانت من أصل تونسي، وكانت جميلة هي الإبنة الوحيدة وسط سبعة إخوة من الشباب. ومنذ أن بدأ عقل الصغيرة بالتفتح وتولدت لديها القدرة على إدراك الأمور، دأبت الأم على تذكيرها بأنها مواطنة جزائرية، وأن القول بأن فرنسا دولة صديقة أو الدولة الأم كما يرددون ما هو إلا قول كاذب وادعاء باطل لا صدق فيه ولا حق، إنما هي دولة استعمارية جاءت إلى الجزائر بجنودها طمعا في ثرواتها. الاستعمار الفرنسي اتبع سياسة قلب الحقائق وتزييف الوعي، كانت خطته بعيدة المدى، هي تنشئة جيل جزائري مغيب لديه خلط بالمفاهيم وتذبذب بالثقة وتشوش بالأفكار، فكان نظار المدارس في ذلك الحين يحملون الجنسية الفرنسية، وكانوا يجبرون الأطفال في كل صباح بالطابور المدرسي على ترديد عبارة فرنسا أمنا. أما بالنسبة لجميلة بوحيرد فقد كان الأمر مختلفا، فقد تعارضت تلك العبارة مع قناعاتها ومع ما تربت عليه من أفكار، ووجدت عبارة أخرى بديلة أكثر صدقا واتساقا مع المنطق، فكانت تقف في طابور الصباح وسط زملائها وهي تصرخ الجزائر أمنا بصوت يحمل فخرا بقدر ما يحمله من قوة، قوة كانت كفيلة لأن تقتحم الكلمة أذن ناظر المدرسة الفرنسي الذي أخرج جميلة بوحيرد من الطابور واقتاد الصغيرة إلى مكتبه وأنزل بها أشد العقاب الممكن، ابتداء بالتوبيخ وانتهاء بالحرمان المؤقت من الدراسة، مرورا بنيلها قدرا لا بأس به من عصا العقاب. اعتقد الناظر المستعمر أنه بذلك سيجعل جميلة بوحيرد عبرة للأطفال، فكانت عبرة بحق، ولكن عبرة في المثابرة والثبات على المبدأ، فلم يردعها العقاب، وبمجرد عودتها إلى المدرسة مرة أخرى، وقفت في الطابور تردد نفس العبارة التي طالما رددتها الجزائر أمنا. جميلة بوحيرد لم تتمرد فقط على الاحتلال، بل تمردت على العرف، فلم تقنع بالدور النضالي المحدد للفتيات والقاصر على تضميد الجراح أو على أقصى تقدير توزيع ولصق المنشورات الحماسية، بل أنها كانت أول شخص تطوع للكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي، وانضمت إلى صفوف الفدائيين وأوكلت إليها مهمة زرع القنابل، ونجحت العمليات التي شاركت بها جميلة بوحيرد بنسبة كاملة، وتكبد المحتل على يديها هي وأصدقاؤها خسائر فادحة بالمعدات والأفراد، وبناء على ذلك وضع اسمها على رأس قائمة المطلوب تصفيتهم. خلال شهر أبريل من عام 1957 كانت جميلة بوحيرد مكلفة بمهمة نقل وثائق ومبلغ من المال إلى المجموعات الفدائية، وأثناء قيامها بذلك اعترضت طريقها نقطة تفتيش تابعة لقوات الاحتلال الفرنسي. حاولت جميلة بوحيرد الهرب منها لكنهم طردوها، ولم تستسلم جميلة لهم إلا بعدما أصيبت بطلق ناري بالصدر. بالتأكيد لم تلقى جميلة بوحيرد محاكمة عادلة أو تحقيقا محايدا، بل أن ما لاقته داخل المعتقل لم يكن يتبع أي نوع من التحقيقات أو المحاكمات،
فلم يكن المحتل يريد أن ينزع منها الاعترافات أو يحصل على معلومات سرية، إنما كان الهدف الأول لضباط وجنود فرنسا هو الانتقام. فأخيرا سقطت بأيديهم الفتاة العشرينية التي كبدت أباطرة فرنسا خسائر عديدة، فتم تعذيبها داخل المعتقل بكافة الأشكال الممكنة. ولكن ما لاقته من تعذيب لم يثنيها عن موقفها الشجاع، بل زادها صبرا على البلاء وإصرارا على موقفها. وبدلا من أن تنطلق من حنجرتها صرخات الألم، كانت تنطلق الصيحات المعلنة الرافضة للظلم والمنادية بالحق. ذا صيت جميلة بوحيرت كمناضلة تنادي بالاستقلال لبلادها، وحتى أنها حظيت قضيتها باهتمام عالمي، وصدرت عدة بيانات رسمية من عدة دول تنادي بالإفراج عنها وتدافع عن حقها في أن تنادي بالاستقلال. وبالطبع كان الزعيم جمال عبد الناصر في صدارة الحكام الذين طالبوا بذلك، ثم انضم له الرئيس نهرو رئيس جمهورية الهند، ثم جاء تصريح الزعيم السوفيتي خروشوف المتضامن معهم ومع جميلة بوحيرت. وذلك الاحتجاج العربي والعالمي كان خير مساند لموقف جميلة بوحيرت، وكان الدفاع لا يقتصر على جميلة بوحيرت بشكل خاص، بل شمل رفيقاتها مثل المناضلة جميلة بوعزة وغيرهن. وإن لم ينجح الضغط العالمي في إجبار المحتل الفرنسي على الإفراج الفوري عنهن، إلا أنه كان له دور في غل يده عن إعدام المناضلات. في عام 1962 خرجت جميلة بوحيرت من المعتقل أكثر قوة وأشد صلابة، وبعد 3 أعوام تزوجت من المحامي الذي تولى قضيتها، وبالتعاون معه عملت على إصدار مجلة تهتم بقضايا قارة إفريقيا وثوراتها.